انخفاض في التضخم بلغ 0.8% سنة 2017 وتراجع احتياطات المالية بمقدار 17 مليار دولار. هذا ما أعلن عنه خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارة مشاورات في الجزائر لعام 2018، مؤكدين على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الجزائر رغم استقرار النمو خارج قطاع المحروقات. Depuis la fin 2017, les autorités ont modifié leur stratégie macroéconomique à court terme. منذ نهاية 2017 عدلت السلطات استراتيجيتها الاقتصادية الكلية قصيرة الأجل، فمن أجل تعزيز النمو وخلق الوظائف اعتمدت موازنة توسعية لعام 2018 يتم من خلالها تمويل العجز من البنك المركزي في الأساس، كما شددت القيود على الاستيراد. وتنوي السلطات استئناف عملية الضبط المالي اعتبارا من عام 2019 لاستعادة توازن المالية العامة مع حلول عام 2022. ورأى الفريق أن الجزائر لا تزال أمامها فرصة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والنمو من خلال ضبط الأوضاع المالية العامة. سيتطلب هذا الاستعانة بمجموعة متنوعة من خيارات التمويل، منها إصدار سندات دين محلية بأسعار السوق، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع بعض الأصول، وكذلك وهو الخيار المثالي الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة. وأشاد فريق صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة الجزائرية منذ أزمة النفط الأخيرة لضبط الأوضاع المالية العامة من أجل إعادة صياغة نموذج نمو جزائري يتماشى مع انخفاض أسعار النفط العالمي.